دلوقتي هنتكلم على part 2 of the heterocyclic compounds ولسه مكملين في النومنكليتشر بتاعتهم. المحاضرة اللي فاتت عرفتك ازاي تعمل نومنكليتشر ل one ring system وقلت لك ان الـ IUPAC طبعا الكومن هتحفظهم الـ IUPAC له two systems انا هعلمك واحد بس منهم اللي هو اسمه Hantzsch-Widman System. الهانتش-ويدمان سيستم قسم الاسم لثلاث حتت بريفكس وستام وسافكس. البريفكس بتعبر عن النوع وعدد الهيترو اتومز، الستام الرينج سايز، والسافكس عباره عن عدم وجود من عدم whether في نيتروجين or not وجود النيتروجين من عدمها والديجري اوف ساتوريشن او ان ساتوريشن اللي جوه الرينج. وراح اعطيني جدول بيلخص الموضوع، وقلنا الجدول ده لازم يتحفظ زي اسمك، وادخل الامتحان ارسمه الاول وبعدين طلع منه طلباتك، ما تبقاش في دماغك، يبقى على الورق اسهل. بعد كده قال لك لو في مور ذان وان هيترو اتوم هتقول داي وتراي، ولو في ماني هيترو اتومز يبقى الاكسجين لها هاي برايورتي عن السلفر، لها هاي برايورتي عن النيتروجين. وقال لك لازم ترقم الهيترو اتومز والبرايورتيز برضو اكسجين سلفر نيتروجين. وبعد كده علمتك ازاي تعمل nomenclature لفيوزد رينج سيستم، بس بدأت بالسهل ازاي لما يكون الفيوجن ما بين بنزين عادية وheterocyclic ring، وعلمتك انك بتقول على البنزين بنزو وبتقول اسم الheterocyclic ring سواء بالcommon names اللي احنا حافظينها او بالجدول اللي عندك الهانتش-ويدمان سيستم، وبتحط ما بينهم براكت مربع، وركزت لك على كلمة مربع، اوعى تخليه اي منظر تاني من البراكت، البراكت لازم يكون براكت مربع، وبتحط جواه لتر. اللتر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن السايدز اللي ما بين الهيترو اتوم والفيوجن سايد، بتسمي كل سايد A, B, C and so on لغاية لما توصل من الهيترو اتوم للفيوجن سايد للفيوجن سايد، وتودي شوف هو اخد انهي لتر وتكتب اللتر ده. لا اتفقنا لو الرينج الهيتروسايكليك فيها مور ذان وان هيترو اتوم ابدا بتوين الهيترو اتومز، ابدا عند السايد الاقصر اللي ما بين التو هيترو اتومز. يعني لو في بينهم سايد عباره عن وان سايد والناحيه الثانيه بينهم عباره عن فايف سايد، يبقى هختار اللي ما بينهم وان سايد. طب لو في بينهم زي هنا 3 سايدز ومن هنا 3 سايدز، يبقى مش فارقه، يبقى شوف ايه اللي يدي للفيوجن نفس او تا رقم. طب وهنا في بينهم 2 سايدز ومن هنا في 1 2 3 4 سايدز، يبقى اختار من ال 2 وحاول تدي الفيوجن اقل رقم، بس بعد ما تبدا من اقصر سايد ما بين ال 2 هيترو اتومز، هتحط النمبرنج في اقصر سايد ما بينهم، وبعدين بقى لف في الاتجاه اللي يدي لك الفيوجن سايد اقل رقم ممكن. كده هنبقى خلصنا كلامنا بتاع المرة اللي فاتت، ونبدأ الكلام الجديد بتاع المرة دي. كلام المرة اللي فاتت مفيش مجال للجدل فيه، مفيش مجال للديبيت فيه، مفيش مجال ان احنا نتخانق مع بعض ونقول لا انا اللي صح لا انت اللي صح. نرجع للكتاب نشوف اسم الكومباوند ايه، نرجع للجدول ونشوف اسم الكومباوند ايه، مفيش مجال للخبطة فيه، مفيهوش حاجات قط، ودي ميزته. هو صعوبته كلها في ان احنا نقعد نحفظه، هما كتير ومحتاجين حفظ بس، اكتر من كده مفيش. المشكله بقى في اللي جاي ان هي مجموعه من الرولز بنحطها قدامنا ونبدا نسمي، بيبدا يظهر لي ساعات كتير حاجات قد عن الرولز، بيبدا يتلخبط حاجه في الرولز، ببدا الاقي انا مش عارفه امشي مع ايه، الرولز ملخبطه، يعني في حاجه الاستراكشر مش متظبط مع الرولز، في حاجه مش متظبطه. وهنا بيبدا جزء الاجتهاد، وان احنا ندخل ندور ونحط على برامج ونشوف ايه اللي بيجرى، وبرده ما بيبقاش في حاجه فاينل. طبعا انت كأندرجراديوت ستودنت ما تتصورش ابدا ان انا هجيب لك اكزامبل في الصعوبه دي، الحاجات دي بتظهر في الريسيرش عندنا. انا مينلي بجيب لك حاجات ستريت فورورد منطبق عليها الرولز لما بتمشي عليها بالترتيب. اول حاجه مطلوبه مني اني انا المفروض عندي اتنين رينج ستراكشر، ادي واحده وادي الثانيه وجواهم هيترو اتومز، بغض النظر ايه هي الهيترو اتومز، نقول ادي A وادي B وادي هنا C مثلا، وفي دبل بونز مثلا من غير ما احدد الهيترو اتومز. انا مطلوب مني ايه؟ اول حاجه لازم احدد البيرنت رينج زي ما حددت في حاله البنزين، لما كان الفيوجن مع البنزين قلت احدد البيرنت رينج. الفيوجن مع البنزين كان سهل، بحدد البيرنت رينج هو الهيتروسايكليك رينج، واللي هيبقى منسوب لها هو البنزين رينج. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم تعمل نمبرنج للسيستم بتاعك. يتم ازاي النمبرنج؟ عندك ثلاثة نمبرنج،
اول نمبرنج عايز ال نمبرنج من ال parent side اللي هو احنا لسه قايلين من شويه كان ايه ال A B C and so on، ان انا برقم sides. وبعدين الرقم الثاني الترقيم الثاني ال numbering من ال fused ring لل parent اللي هي بتتنسب لها، وده في الحاله دي باخد atoms، باخد 1 2 3 4. ولسه في نمبرنج سيستم رابع اللي هو بتاع الرينج سيستم ككل، بقى السيستم ككل عشان اقول اماكن السبستيتيونز. 1 و 2 النمبرنج بتاع 1 و 2 كان بيتعمل علشان اوصل منه مين المكان الجنكشن اللي ما بين البيرنت واللي منسوب لها، بس ما بيقوليش اماكن السبستيتيونز، ده ترقيم داخلي A B C و 1 2 3 داخلي، برسمه حتى دايما واكتبه دايما جوه الرينج مش براها. بعد كده انا لو عندي سبستيتيونز، لو عندي هنا سبستيتيونت او عندي هنا سبستيتيونت، ماليش دعوه بالترقيم اللي اتعمل من جوه، ده ما يخصنيش، ده كان بتاع الجنكشن فقط لا غير. لازم ارقم من بره عشان احدد اماكن السبستيتيونز بتاعتي فين، ودي لها الرولز بتاعتها، ودي سهله. الرولز بتاعتها هي الرولز بتاعت النومنكليتشر بتاعت الفيوزد رينج سيستم، اللي هي انا لما جيت اشرح البيورينز شرحتها لك وهراجع لك عليها مره ثانيه. بعد ما عملت ده كله بترص الاسم بتاعك جنب بعضه وتبدا تشوف هتسميه السبستيتيونز وترقم السبستيتيونز ازاي. تعال نشوف الكلام ده يتم ازاي. الحته الاولانيه بتاعت هاو تو تشوز البيرنت رينج خليها دي شويه دلوقتي، هنشرحها بالتفصيل بعد ما نتعلم بس الترقيم الداخلي والخارجي للسيستم. خلينا دلوقتي نتكلم على ازاي ارقم من جوه الاي بي سي بتاعت البيرنت، وازاي ارقم ال 1 2 3 بتاعت الرينج اللي فيوزد لها، وازاي ارقم من بره عشان اعرف اماكن الهيترو اتوم والسبستيتيونتس في الرينج سيستم از اهول. تعال ناخد اكزامبل خفيف كده اهوت، وانا هحدد البيرنت مبدئيا من غير ما اعرفك ازاي، وبعدين هبقى اعرفك ازاي بحددها. لو انا عندي رينج ستراكشر بالمنظر ده مثلا كده وكده، وخليها كده وكفايه كده علينا. في الحالة دي أنا بقول لك أهو إن الرينج دي، الرينج دي هي البيرنت بتاعك، يعني البيرنت بتاعي أنا أصبح عندي اتنين رينج سيستم، ده كده رينج سيستم وده كده رينج سيستم. لو مسكنا البيرنت اللي هي السيكس ممبر اللي فيها النيتروجين وبصينا عليها، ده عبارة عن إيه؟ ده عبارة عن بايريدين. جميل. ولو مسكنا اللي فيوز لها ده 5 ممبر، ده هو فيه أكسجين وكده، ده عبارة عن الفيوران. حلو قوي الكلام. مين فيهم البيرنت؟ قلنا البايريدين، يبقى انا هاجي هنا واقول ده البايريدين. وافتح البراكت المربع اللي احنا متعودين عليه، واحط هنا الفيوران، بس ما بنكتبش فيوران لما بننسبه، هقول فيورو وهعلمك ازاي تنسب بعد كده. مبدئيا نعرف انها فيورو وخلاص. جميل. اتفقنا ان البيرنت بياخد اي بي سي، البيرنت بتاعي بياخد A B C على السايدز، واللي فيوز له بياخد 1 2 3 على الاتومز. تعال نشوف الكلام ده. مين البيرنت؟ اهو البايريدين. عند النيتروجين، من جنب النيتروجين هرقم، ادي A اول سايد A، ثاني سايد B، يبقى الجنكشن واقعه فين بالنسبه للنيتروجين؟ على سايد B. حلو قوي، وتحط لك داش كده. من عند الفيوران نبدا نشوف الترقيم ايه. فيوران هتاخد اتوم نمبر 1، وبعدين الاتوم اللي بعدها ايه 2، والاتوم اللي بعدها ايه 3. اهو ادي 1 2 3. حلو قوي. يبقى هي وقعت على انهي سايد؟ السايد اللي ماسكاه اتوم 2 واتوم 3. يبقى كومباوند زي ده اسمه ايه؟ نرسمه مره ثانيه. اهو ادي النيتروجين وادي الاكسجين وادي الستراكشر بتاعي. اتفقنا من هنا حطيت A و B، ومن هنا حطيت 1 2 3. البيرنت هو البايريدين، وعشان كده هو اللي اخذ ال A وال B وال C، وبفتح البراكت المربع وبقول الفيورو اللي هي الفيوران، طريقه نسب الفيوران. انهي سايد؟ انا عايزه احدد السايد ده، محتاجه احدده. من ناحيه البيرنت كان B، ومن الناحيه الثانيه كان 2 و 3. يبقى بحط رقمين بينهم داش، بينهم كوما، ده عبارة عن الترقيم بتاع الفيوزد سيستم، الفيوزد رينج، وبحط لتر اللي هو عبارة عن الترقيم بتاع البيرنت رينج.
وبين الأرقام واللتر في داش، والبراكت بتاعي مربع. جميل، حلو قوي الكلام ده. طب لو حبيت أرقم الرينج سيستم بتاعي كله من بره أعمل إيه؟ طيب عايزة بقى أرقم من بره، أنا رقمت من جوه وتعلمت إزاي برقم من جوه، عايزة أرقم من بره. قال لك في تو مجموعة من الرولز. أول حاجة أنت بترقم زي بالظبط الفيوز درينك سيستم اللي في النفتالين والأنتراسين والفينانترين والحاجات دي، بتبدأ من أتوم بعد الجونكشن. يعني إيه؟ يعني آتي الجونكشن بتاعتك أهي، ابدأ من يا هنا يا هنا يا هنا يا هنا. هختارها بناء على ايه؟ مبدئيا لو بعد الجنكشن فيه هيترو اتوم يبقى هي الهيترو، يبقى المكان ده هو اللي هيكسب. تعال نبص على الفور اوبشنز اللي كان عندنا، هنا كربون وهنا كربون، بس هنا هيترو اتوم وهنا هنا هيترو اتوم، يبقى انا صرفت نظر عن المكان ده، يبقى انا صرفت نظر عن المكان ده وعن المكان ده، خلاص ناقص لي هنا وهنا. اختار بناء على ايه؟ قال لك في برايورتي للاكسجين، وراها السلفر، وراها النيتروجين، ده الترتيب بتاعهم. يبقى الاكسجين هتكسب، يبقى انا هدي الاكسجين نمبر 1، يبقى الاكسجين بتاعتي هنا اخدت 1 وبعدين 2 3 4 5 6 7 و8. واتفقنا، سوري يا جماعه معلش انا اسف، المفروض احنا متفقين ان الجنكشن ما بتاخدش رقم، يبقى انا كان عندي 1 2 3 وبعدين هنا 4 5 6 و7. انا رقمت على ان دي 6 ممبرد ودي 6 ممبرد زي النفتالين، معلش انت ما بترقمش الجنكشن، امال ارقام الجنكشن هتكون ايه؟ احنا متفقين الجنكشن بتاخد الرقم اللي قبلها وجنبيه ايه، يعني الجنكشن دي عندي هنا تبقى عباره عن 3 ايه، والجنكشن دي تبقى عباره عن 7 ايه. الكلام ده valid لكل الكومباوندز، يعني كومباوندز ده لو انا مطلعه من هنا مثلا مثل، يبقى ده كان عباره عن ايه؟ ببدا من الاخر، اول حاجه البيرنت البايريدين، وافتح البراكت واقول له فيور، وعلى كربون نمبر 3 في مثل، واحدد الجنكشن، قلنا ادي A B يبقى ادي B، وهنا هو 1 2 3 يبقى ادي 2 و3. في عندي شوية مشاكل هتقابلني، ايه هي؟ اول مشكلة هتقابلني لو عندي الستركتشر حطيت فيه تغيير صغير قوي، ادي ال 6 ممبرد وادي جنبها ال 5 ممبرد، حطيت الاكسجين هنا ورحت جاية حتى النيتروجين هنا، يعني انا رحلت النيتروجين مكان بعد ما كانت في الحتة دي، رحت نقلها مكان واحد، وبعدين اكمل الدبل بوند بتاعتي عادي خالص، ادي دبل بوند وادي دبل بوند وادي دبل بوند. مبدئيا معاك تو رينج ستراكشرز دلوقتي، 6 ممبرد اهي وفيها النيتروجين هنا، يعني انت لسه بتتكلم على البايريدين بس جواه ساتوريشن، بوينت اوف ساتوريشن، وحسب ما انت شايف الفيوران كمان، بس الحقيقي ان انت مش بتتكلم على الفيوران على فكره، انت بتتكلم على الايس اوكزازول. النيتروجين اللي قدامك دي بتتحسب مرتين، مره مع الرينج دي ومره مع الرينج دي، ما هو اصل السايد ده محسوب مرتين، مره مع الرينج دي ومره مع الرينج دي، فالنيتروجين جوه السايد فهي محسوبه مرتين، فانا هحسبها مره هنا ومره هنا. مبدئيا احنا متفقين، اتفقنا على ان البيرنت هو ده الرول ده مازال زي ما هو، وانا هبقى بعلمك بعد كده البيرنت بتختاره ازاي. مبدئيا البيرنت مازال البايريدين، وده مين ده؟ ده الايز اوكزازول. تعالى نكتب الكلام ده، يبقى انا عندي البايريدين اهي، وهفتح البراكت واقول ايز اوكزازولو، دي طريقه النسب. عايزه ابدا احط الترقيم الداخلي الاول، بنبدا اتفقنا بالترقيم الداخلي، الترقيم الداخلي قلنا دي البيرنت، دي البيرنت هتاخد اي بي سي، ودي اللي هي دي الفيوزد لها هتاخد 1 2 3. تعالى نفتكر الرولز، قال لك البيرنت بتحط الاي على اول سايد ماسكاه في الهيترو اتوم بحيث انك تدي الجنكشن اقل رقم ممكن، لو عملت ده هتلاقي نفسك بتدي الجنكشن اي، ما هو السايد هي الاي، يبقى انا حاجه اكتب هنا اهوت اي، حلو قوي، واحط الداش، ناقص لي احدد ال 1 2 3. الرول بيقول لك ايه؟ هتبدا عند الهيترو اتومز، برضو الرول ده مازال ثابت، هبدا عند الهيترو اتومز، بس مش هقول بقى بين الهيترو اتومز، انا هبدا عند هيترو اتوم.
طب ابدا عند مين فيهم، الاكسجين ولا النيتروجين؟ ما انا ممكن ابدا عند النيتروجين والف ادي الاكسجين هنا يبقى 1 و2، او ابدا عند الاكسجين يبقى 1 و2. مبدئيا الرول اللي احنا مثبتينه بيقول لك في اي نمبرنج بتبدا البرايورتيز ازاي، اكسجين بعدها سلفر بعدها نيتروجين، يبقى هنا ال1، يبقى ابدا ادي ده 1 الاكسجين هنا، هنا ده اخد ايه، ادي الاكسجين هنا 1 2 3، يبقى ادي 1 2 3، يبقى السايد بتاع الجنكشن عباره عن ايه، 2 و3. يبقى ده الايزوكسازول 2 3 A بايريدين. انا ما خلصتش الاسم لسه، لي النمبرنج اللي من بره لان انا عندي سبستيتيوت. النمبرنج اللي بره بيقول لك ايه، ابدا من عند اتوم بعد الجنكشن على طول، اللي هو الفيوز درينك سيستم رول، ولو فيها هيترو اتوم يبقى هي تكسب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا كان عندي دلوقتي ادي 1 اتوم بعد الجنكشن، ادي الجنكشن بتاعتي اهي، دي جاب الجنكشن نفسها، انا ببدا من بعدها، هنا ممكن اوبشن، هنا الثاني، هنا الثالث، هنا الرابع، خلينا نحط عليهم اسهم كده بلون مختلف. يبقى انا كان ممكن ابدا هنا، ممكن ابدا هنا، ممكن ابدا هنا، ممكن ابدا هنا، كلهم كاربونز ما عدا واحده بس اللي هي دي الاكسجين، بالتالي انا هبدا عند الاكسجين، يبقى انا هحط 1 عند الاكسجين. تعالى نرقم بقى من بره، الترقيم اللي من بره، ادي 1 2 3، وبنط الجنكشن واقول 4 5 6 و7. حلو قوي. اول مشكلتين عندي، اول مشكله، او ما هو مشكلتين، اول مشكله ايه، او اول حاجه عايز اعملها ايه، الثري ديت لسه لها هيدروجين، في عليها هيدروجين، فيها عليها ساتوريشن. المعتاد دايما ان كان بيبقى فيه هنا دبل بوند، بس انا ما قدرتش احط الدبل بوند دي علشان فيه هنا نيتروجين، هو شال الثلاثه بوندز بتوعه وخلاص، من هنا كان فيه بوند، ومن هنا كان فيه بوند، ومن هنا كان فيه بوند. المفروض ان النيتروجين لما اتحطت عند الجنكشن شال بوند من هنا وبوند من هنا وبوند من هنا، الطبيعي ان السايد ده بيبقى عليه دبل بوند، ما حصلش. النيتروجين مش حاصل لها ساتوريشن ولا حاجه، هي شايله 3 بوندز، مين اللي ناقصها بوند هنا؟ الكربون دي هي اللي ناقصها بوند واصبحت عباره عن الهيدروجين. يبقى اتوم نمبر كام دي؟ دايما بنحط النمبرنج هنا، هنا بديلها كام؟ بديها 3A، بديها الرقم اللي قبلها وA، يبقى بكمل الاسم قبل ما ابدا الاسم كله بقول 3A H. اتفقنا لما تبقى هيدروجين واحدة يبقى 3AH، يبقى ده فيه 3AH. حلو الكلام. في حاجة تانية لازم تبقى عارفها كويس قوي، بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان النيتروجين لما تقع عند الجنكشن هتاخد رقم، يعني ده اتوم نمبر 8. يعني في الطبيعي لما بيبقى عندي الرينج ستراكتشر فيوزد كده، دي لو اخدت مثلا 1 2 3 4، بنط دي واقول 5 6 7، ودي 4A ودي 7A، الا لو جيت حطيت في واحده فيهم نيتروجين اتوم او اكسجين اتوم او سلفر اتوم. نادر ما احط اكسجين او سلفر، لان الاكسجين والسلفر ار داي فالنت، فهم كده انت عشان تحطه عند الجنكشن لازم يطلع منه 3 بونز، فهي بتبقى النيتروجين. في الحاله دي حطيت ال 1 2 3 4 وبعدين ما بقاش هنا في 4A، بقى هنا في 5 وبعدين 6 7 8 وبعدين 8A. دايما بتحاول، اللي انا عملته ده غلط، ليه؟ لانك دايما بتحاول تدي الجنكشن اللي مش شايله النيتروجين اقل رقم. انا هنا كان عندي 2 اوبشنز، كان ممكن اديها رقم صغير زي لو بدات من هنا مثلا وقلت 1 2 3 4 وبقت هي 4A، ولما بدات العكس زي ما انا عملت قلت 1 2 3 4 وصلتها ل 8A. الأحسن لها إنها تاخد الرقم الأقل، يعني لو جيت الرقم ده صح بقى، تعال نشوف نرقمه إزاي. المفروض إن أنت عندك الرينج أهي، وأنا جيت حطيت هنا النيتروجين. الترقيم الصح إن أنت تحاول تدي الجنكشن دي أقل رقم ممكن، ليه؟ إشمعنى؟ ما أنا ما اعطيتهاش أرقام أساساً، يعني هي هتبقى من كل ناحية. ما بلاش افترا، يعني الجنكشن اختها، ما هما الاثنين المفروض اخوات، دي جنكشن ودي جنكشن، ودول تو اتوم ماسكين الجنكشن. عشان دي اتحطت فيها النيتروجين حطيت على راسها ريشه واديتها رقم، ودي بنسيبها للي قبلها واحط ايه؟ كمان هديها رقم اعلى، يبقى على الاقل اديها ادفانتج واحده. ايه هي الادفانتج اللي هديها؟ لان انا اديها اقل رقم ممكن. اقوم عامله ايه؟ اقوم جايه مرقمه قايله هنا ال 1 2 3 4، ودي ال 4A، وبعدين 5 6 7
وبعدين دي هتاخد 8. تعالى نشوف اكزامبل تاني على الكلام ده هيبقى عامل ازاي. اكزامبل اللي بعده تعالى نعمل حاجة زي كده، ادي 6 ممبرد وادي 5 ممبرد، ونحط الهيترو اتوم بتاعتي هنا برضو عشان يبقى تدريب على ده، وحط لك كمان هيترو اتوم كمان هنا مثلا على سبيل المثال. يبقى ادي الستركتشر بتاعي. تعالى نضم نرص الدبل بونز بتاعتنا اهي. مبدئيا عندك ايه الرينجز بتاعتك؟ رينج 6 ممبرد فيها من هنا اكسجين ومن هنا نيتروجين، قلنا النيتروجين معدوده مرتين، والرينج الثانيه عباره عن 5 ممبرد فيها هنا نيتروجين، وطبعا الدبل بونز موجوده انا بس ما برسمهاش عشان اشوف بس انا بتكلم مع ايه. طيب نستخدم الهانتش ويدمان ونشوف ايه الكلام. الرينج دي عباره عن ايه؟ اكسجين ونيتروجين، يبقى اوكس از و6 ممبرد يبقى اوكسازين. حلو الكلام، ونفتح البراكت المربع. والرينج دي عباره عن ايه؟ يا الازول يا البيرول، 5 ممبرد فيها نيتروجين، يبقى يقول ازولو يقول بيرولو اللي يعجبك، الاثنين صح. جميل، وانا بقول لك خلاص زي ما انت شايف انا اعتبرت ان الرينج دي هي البيرنت، الرينج بتاعتي دي هي البيرنت، وزي ما قلت لك انا هعلمك دلوقتي على طول خطوه بس كمان، وهعلمك ازاي تختار البيرنت. انا مبدئيا بختارها انا بنفسي دلوقتي، انما انا مش شويه وهعلمك ازاي تختارها. جميل، البيرنت بتاخد اي بي سي من عند اقصر سايد ما بين التو هيترو اتومز. انا عندي هنا 1 و 2، اثنين سايدز بس ما بين التو هيترو اتومز، من هنا 1 و 2 و 3 و 4، يبقى انا هلف من هنا بس، من النيتروجين للاكسجين ولا من الاكسجين للنيتروجين؟ لا، من الاكسجين للنيتروجين. اشمعنى؟ عشان احنا متفقين ان الاكسجين لها هاير برايورتي، يبقى ادي الاي وادي البي. جميل، يبقى هي اخذت بي، ناقص لي اول الارقام. الارقام بتاعتي بقى ماشيه ازاي؟ وهنا هفرجك حاجه جديده. الارقام بتاعتي هتبدا عند النيتروجين اللي عند الجنكشن، هحط 1 و 2، يبقى ادي 1 عند النيتروجين وادي 2. اكتب 1 2، لا غلط، لو انا جيت كتبت هنا 1 2 ابقى بكتب كلام غلط. ايه السبب بقى؟ تعالى بص معايا، انت لما جيت رقمت الرينج دي اي بي كنت بتلف في انهي اتجاه؟ كنت بتلف كده، صح كده؟ تعالى بقى بص، لما جيت رقم الرينج الصغيره اللي هي دي كنت بتلف في انهي اتجاه؟ ادي 1 2، بص كده على الاتجاه بتاعك كده، دول عكس بعض مش ماشيين مع بعض. في كل الاكزامبلز اللي فاتت راجعها هتلاقيهم كانوا بيبقوا السهمين ماشيين مع بعض. يعني لو انت عندك تو رينجز كنت هتلاحظ ان دايما بلف هنا كده وده اخوه بيلف معاه زيه، وعشان كده كنت باخد الرقم الصغير وبعدين الرقم الكبير. هنا دول بيلفوا عكس بعض، واحد بيلف مع عقارب الساعه والتاني بيلف عكس عقارب الساعه، وعشان كده اخليها 2 و1. هي الفكره كلها ايه؟ ال اي بي وهي بتلف، السهم بتاع الاي بي وهو بيلف قابل انهي رقم الاول، ال1 ولا ال2؟ هو هنا على فكره انا بلف كده، فانا قابلت ال2 الاول وبعدين ال1، يبقى انا اكتب ال2 الاول وبعدين ال1. وصلت المعلومه دي؟ جميل، هل انا كده خلصت الاسم؟ لا انا لسه ما خلصتش، عايز اعمل نمبرنج من بره بقى. النمبرنج من بره قلنا بنبدا عند بعد الجنكشن مباشره، بحيث ان ادي الهيترو اتوم، لو في هيترو اتوم ابدا عندها، ما فيش هيترو اتوم يبقى احاول ادي. الرول الرئيسي ان انا ابدا بعد الجنكشن، يعني يا هنا يا هنا يا هنا يا هنا. اول رول بعده على طول انك لو في هيترو اتوم هتكسب، بغض النظر بقى الجنكشن هنا هتاخد كام. انا عاده بحاول ادي الجنكشن اقل رقم ممكن، بس ده لو مفيش هيترو اتومز بعد الجنكشن على طول. زي ما قلت لك في الاول وانا ببدا النومنكليتشر والترقيم، قلت لك الرولز عندنا بالترتيب. اول رول بيقول لي ان انا هبدا بعد الجنكشن على طول. تاني رول بيقول لي ادي الهيترو اتوم اولويه لو كانت موجوده بعد الجنكشن على طول. طب ولو كانت مش موجوده بعد الجنكشن على طول، لو الاكسجين دي كانت هنا، لا ساعتها كنت هحاول ادي دي الاتوم الثانيه بتاعت الجنكشن اقل رقم ممكن. كان هيبقى ساعتها بنقي ما بين الاربعه دول، كانوا هيبقوا زي بعض، دي كربون ودي كربون ودي كربون ودي كربون، انقي مين فيهم اللي تدي دي اقل رقم ممكن. انما بما ان في واحده طلعت فيها الهيترو اتوم هتكسب، بغض النظر عن اي حاجه ثانيه هي هتكسب. اجي بقى ارقم واشوف الدنيا هتمشي ازاي. هبدا عند الاكسجين، يبقى ادي 1 2 3 4، والنيتروجين اخذت 5 وبعدين 6 7 8 ودي 8A. حلو الكلام، المفروض ان انت عندك على اتوم نمبر 4 كان في عندك هيدروجين زياده، وعلى اتوم 8A كان في عندك هيدروجين زياده. حدد اماكنهم وتبقى انت كده سميت الاسم. يبقى انت كان عندك 4 و 8A
hydrogens. بنسميهم ازاي؟ بنقول 4H, 8AH. تمام؟ تعالى بقى نشوف ازاي نحدد البيرنت. انا من الصبح من ساعة ما بدأت وانا بحدد البيرنت بالنيابة عنك. تعالى بقى اعلمك ازاي تحدده. هما 4 rules بيمشوا ورا بعض بالترتيب. في منهم 2 rules مقسومين لنصين. rule number 1 و rule number 3 في جواهم نصين. انما هما actually في الاخر اجمالا 4 rules. تعالى نشوف الكلام ده. يبقى قلنا واحد. معلش ثانية واحدة. يبقى قلنا نمرة واحد اختار اللي فيها النيتروجين. طيب قدامك اوبشن من اتنين. يا اما يا اما فعلا في واحدة فيها نيتروجين والتانية لا، يبقى هختار اللي فيها النيتروجين. طب لو ما كانش ايه الاوبشنز التانية؟ اتنين اوبشنز. يا الاتنين ما فيهمش نيتروجين يعني النيتروجين مش موجودة. يا الاتنين فيهم نيتروجين يعني الاتنين ما فيهمش نيتروجين. يا الاتنين فيهم نيتروجين. لو الاثنين ما فيهمش نيتروجين ارجع للبرايورتي اكسجين بعدين سلفر. لو الاثنين فيهم نيتروجين ادخل على باقي الرولز. باقي الرولز هنا بتقول لك ايه؟ رول نمبر 2 بيقول لك اختار اللارجر رينج. يعني يا اما الاول الرينج فيها نيتروجين والله ما لقيتش نيتروجين خالص ادور على الاكسجين اوفر السلفر. خلص الكلام ولقيت فيه نيتروجين في الاثنين. ما انا طالما لقيت نيتروجين في الاثنين يبقى انا اتزنقت، او لقيت اكسجين في الاثنين، او لقيت سلفر في الاثنين، المهم تساووا في النمره واحد ان كلهم فيهم نفس المعنى ده متساويين. الاثنين فيهم نيتروجين او الاثنين فيهم اكسجين او الاثنين فيهم سلفر. يبقى لو تساووا التو رينجز سواء تساووا بوجود نيتروجين فيهم هما الاثنين او اتساووا بعدم وجود النيتروجين لكن الاثنين فيهم اكسجين فانا مش عارفه اختار واحده من عن الثانيه، او الاثنين فيهم سلفر فانا مش عارفه اختار واحده عن الثانيه، او تساووا بعدم وجود نيتروجين هما فيهم هما الاثنين انط على اللي بعده ادور على اللارجر رينج. حلو الكلام. طيب اتساووا الاثنين في حجمهم انط على الرول نمبر 3. احنا اتفقنا بالترتيب، امشي بالترتيب، لو نطيت رول تبقى بتختار غلط. الرول نمبر 3 بيقول لك ايه؟ اللي فيها لارجر نمبر of hetero atoms يعني الاثنين فيهم نيتروجين مثلا والاثنين 6 ممبرد يبقى اللي فيهم larger number of hetero atoms. واحده فيها 1 هيترو اتوم والثانيه فيها 2 يبقى اللي فيها larger تكسب. طيب لو الاثنين فيهم larger قال لك بقى هنا اهوت if similar ده اللي مقسوم لاثنين ثاني الرول اللي مقسوم لاثنين if similar يبقى larger variety. يعني الاثنين فيهم اثنين هيترو اتوم بس واحده فيها اثنين نيتروجين والثانيه فيها نيتروجين واكسجين يبقى فيها فرايتي اعلى هي اللي هتكسب. ناقص لي الرول الاخير لو تساوى في كل ما سبق يبقى ترجع للبرايورتي رول مره ثانيه. البرايورتي رول بيقول لك ايه؟ اكسجين وراها سلفر وراها نيتروجين. تعالى نشوف اكزامبلز على الكلام ده. خلينا نشوف الاول المجموعه بتاعت الرولز الاولانيه اللي قلناها. ان انت اول حاجه هتختار البيرنت. بعد ما تختار البيرنت في حاجه زي دي خلاص انا علمتك ازاي بتختار البيرنت. بقى قلنا اول حاجه اللي فيه النيتروجين، هنا فيه نيتروجين بس وهنا فيه سلفر بس، يبقى اكيد هو ده البيرنت البايريدين، والثيينو منسوب له. وبعد كده قلنا بترقم من البيرنت A B C، يبقى دي هنا A وهنا B، وبترقم من الفيوز لو 1 2 3 يبقى دي 1 2 3 قابلوا بعض في نفس الاتجاه، بالتالي مفيش عندي مشكله عويصه. يبقى ده عباره عن الثاينو. الثاينو ديت طريقه نسب الثايوفن للي بعدها. وبعدين 2 3 بي بايريدين، ده كده واحد. الرول الثاني قال لك والله دخل الارقام زي ما انا لسه معلماك اهو. الرول اللي بعده قال لك لو عشان ترقم من بره نمبرنج للرينج سيستم من بره بتبدا من عند هيترو اتوم. قال لك مش بتبدا بس من عند هيترو اتوم، قال لك نمره واحد الاول، سوري انا اسفه ما بتبداش من عند هيترو اتوم، نمره واحد بتبدا من عند اول اتوم بعد الجنكشن. لو في عندك اوبشن ان تبقى الاتوم اللي بعد الجنكشن فيها هيترو اتوم يبقى افضل. طب لو تساوي اثنين وبقوا الاثنين فيهم هيترو اتوم يبقى البرايورتي بتاعتك اكسجين بعدين سلفر بعدين نيتروجين. اهي حاجه زي كده، قلنا ده البايريدين وده الثاينو، وقلنا هنا 2 3 وهنا A B يبقى هو 2 3 B بايريدين ثاينو. وبعدين برقم من بره، انا عندي هنا دي كانت كربون دي كانت كربون ودي سلفر ودي نيتروجين. الكربونز خسرت اساسا من اول الموضوع، اتبقى السلفر والنيتروجين. السلفر لها هاير برايورتي عن النيتروجين يبقى دي اللي هتاخد 1،
1 2 3 وما برقمش الجنكشن 4 5 6 7. قال لك لو الجنكشن فيها هيترو اتوم هترقم، بس على شرط تحاول تدي الثانيه بقى ادفانتج صغيره انك تديها هي اقل رقم ممكن. نيجي نشوف بعد كده ازاي بختار البيرنت. اتفقنا اختياري للبيرنت بيكون اول حاجه اللي فيها نيتروجين. لو ما لقيتش النيتروجين يبقى الاكسجين اوفر السلفر، انما مبدئيا اللي فيها نيتروجين. طيب لو تساووا ايا كانت طريقه المساواه اللي ما بينهم، المهم تساووا في ان الاثنين فيهم نيتروجين، او تساووا ان الاثنين فيهم اكسجين، او تساووا ان الاثنين فيهم سلفر، تنط على الرول اللي بعده. الرول اللي بعده بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان البيرنت يبقى اللارجر. هنا بص ادي دي فيها نيتروجين ودي فيها نيتروجين. طيب يبقى الرول اللي بعدها ايه؟ ما انا خلاص مش قادره افاضل بالنيتروجين، يبقى انا هفاضل بايه؟ خلاص انا مش قادره افاضل بالنيتروجين، المفاضله الاولى كانت ان وجود النيتروجين، الاثنين فيهم نيتروجين. يبقى المفاضله اللي بعدها ايه؟ اللارجر رينج. دي 6 ممبرد ودي 5 ممبرد، يبقى دي اللي كسبت، يبقى ده عباره عن البايريدين. يبقى انا هنا اخترت البايريدين as البيرنت كومباوند بتاعي او البيرنت رينج بتاعتي، والبيرول اتنسبت لها. اخدنا A B يبقى ده على لتر B اهو، وبعدين من عند الهيترو اتوم هنا 1 2 3 الاثنين بيقابلوا بعض في نفس الاتجاه، الخط السهم بتاع الروتيشن بتاع البيرنت رينج بيقابل ال 2 وبعدين ال 3، يبقى ده عباره عن 2 3. النمبرنج من بره هيبقى عند اتوم بعد الجنكشن، ادي هنا هوت اتوم او دي او دي او دي، تلات دي ودي خسروا، باقي لي دي ودي. احنا اتفقنا ان البرايورتي رول بتقول الاكسجين اعلى من السلفر اعلى من النيتروجين. طب دول الاثنين نيتروجين، البرايورتي للنيتروجين اللي عليها اتش، الان اتش بتيجي قبل الان، يعني البرايورتي رول الصح بيقول ايه بقى؟ بيقول لك الاكسجين اعلى من السلفر اعلى من ال NH وبعدين اعلى من ال N، عشان تبقى ماشي بقى كلامك مظبوط 100%. نيجي بعد كده قلنا لو الاثنين رينجز لهم نفس السايز بتدور على الجريتر نمبر، ولو تساوي يبقى الجريتر فرايتي. شوف مين اللي عندها greatest number of hetero atoms، لو الاثنين فيهم نفس العدد يبقى greatest variety. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا عندي الرينج structure ده، هنا في الاثنين جواهم نيتروجين والاثنين 6 ممبرد، انا ماشيه بالترتيب، اول حاجه النيتروجين، النيتروجين الاثنين جواهم نيتروجين. طيب اللي بعدها اللارجر، الاثنين 6 ممبرد. طيب قال لك اللي بعدها اللي فيها larger number of hetero atoms، يعني انا عندي هنا نيتروجين واكسجين، هنا نيتروجين واحدة بس، يبقى هنا في اتنين هيترو اتوم وهنا في 1، يبقى دي اللي هتكسب. طب لو لقيت هنا ادي الاتنين فيهم نيتروجين والاتنين 5 ممبرد، يبقى الاتنين فيهم نيتروجين والاتنين نفس الحجم. الخطوة اللي بعدها ايه؟ قال لك الجريتر نمبر، دي فيها ادي واحد وادي اتنين، ودي فيها ادي واحد وادي اتنين، يبقى نفس النمبر، يبقى الفرايتي دي الاتنين بتوعها نيتروجين، في حين دي واحدة اكسجين وواحدة نيتروجين، يعني متنوعة اكتر، فيها تنوع اكتر من الهيترو اتومز فتكسب، فبقت دي البيرنت ودي اللي بتتنسب لها. نيجي بعد كده نشوف، قال لك لو كل اللي فاتت ساوى يبقى الرول اللي بعدها الاكسجين followed by sulfur followed by nitrogen. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ادي عندك تو رينج ستراكشرز، اول رول بيقول لك النيتروجين، والله هنا في نيتروجين وهنا في نيتروجين. طب الرول اللي بعده قال لك حجم الرينج، طيب ما هو الاثنين 5 ممبرز. الرول اللي بعده العدد الاكثر، ما هي دي فيها واحد اثنين ودي فيها واحد اثنين. طب الجريتر فرايتي، دي فيها نوعين نيتروجين واكسجين ودي فيها نوعين نيتروجين وسلفر. طب مين اللي هتكسب؟ قال لك اللي فيها البرايورتي، الاكسجين اعلى من السلفر اعلى من النيتروجين. الفيرست اتوم ماليش دعوه بيها، اول نيتروجين دي خلاص انا بنساها، ما هي متساويه في الاثنين. تاني بقى هيترو اتوم نوعها ايه؟ اكسجين ولا سلفر ولا نيتروجين؟ الرول هنا بتقول لك ان الاكسجين اعلى من السلفر اعلى من النيتروجين، يبقى انت هتختار الرينج دي as a parent والرينج دي as a substituent عليها. بعد كده بنشوف ازاي ننسب الكومباوندز دي، في طريقتين للنسب. هل الرينج سيستم بتاعك جاي as a substituent ولا جاي as a fused ring system؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني for example لو انت عندك ادي بايريدين اهي وعليها substituent بيرول، انسبهم ازاي؟ دي طريقه نسب، ده لو هم they are as substituents.
والحاجه التانيه لو هما they are fused، اللي هي لما كنت اخد البايريدين عامل لها فيوجن مع البيرول، دي لها طريقه في النسب ودي لها طريقه في النسب. قال لك لما بتنسبها as a substituent بتشيل الاي وتقول ايل زيها زي اي الكايل جروب، مش الميثين كانت بتبقى ميثايل، برضو البايريدين هتبقى بايريدايل، البيرول هتبقى بيرولايل، الثيازول هتبقى ثيازولايل، هتحط ايل، هتشيل الاي اللي في الاخر وتحط ايل وتنسبها. امال لو كانت فيوزد بتعمل ايه؟ زي ما قلت بنزو، زي ما قلت بيرولو، لو تاخد بالك انا كنت بقول ايه لما كان المنسوب بنزو قلت ايه؟ بنزين، كان بقول ايه؟ بنزو. لما كان بيرول قلت ايه؟ بيرولو. لو كان بايرازين هقول بايرازينو. يبقى بتشيل الاي اللي في الاخر وبدل ما تحط ايل السبستيتيوت بتشيل الاي وتحط ايل. الفيوجن بتشيل الاي وتحط او، تشيل الاي وتحط او. في اكسبشنز وحيد للرول ده، ان البايريدين كان المفروض انا اشيل الاي واحط او، اقول بايريدينو صعب قوي في نطقه، فقال لك لا خليها بايريدو. كينولين خليها كينو، شيل كل ده وخليها كينو، اقف هنا. ايزوكينولين هتبقى ايزوكينو. ثايوفين كان المفروض اشيل الاي واقول ثايوفينو، لا قال لك ثاينو، دي كده تقيله على اللسان خليها ثاينو. فيوران كان المفروض تبقى فيورانو، لا قال لك خليها فيورو. إيميدازول كان المفروض تبقى إيميدازولو، خلاها إيميدازو. ده كله للتسهيل على اللسان مش أكتر. الرولز دي كلها محطوطة للتسهيل على اللسان. كده إحنا بنبقى خلصنا النومنكليتشر بتاعة الهيتروسايكليك كومباوندز. المفروض إن في السكشنز المعيدين هيدربوكم عليهم وهيدوكم إكزامبلز كتير، كله بيمشي مع الرولز اللي إحنا قلناها. وأز زي ما قلت لكم في بداية الكلام خالص، أنت كأندرجراديت ستودنت أنا مش بعقد لك الإكزامبل، أنا بجيب الإكزامبلز اللي ينطبق عليها الرولز اللي إحنا قلناها، أذروايز لأ. بتختار according parent ring according to four rules. خليني أعيد الكلام تاني ألخصه لك من الآخر كده، آخر الكلام إيه؟ بتختار ال parent compound according to four rules. أول rule بيقول لك اللي فيه النيتروجين، لو الاثنين فيهم نيتروجين هتنقل على الرول اللي بعده لارجر، لو الاثنين ما فيهمش نيتروجين يبقى الاكسجين احسن من السلفر. الرول اللي بعده اللارجر رينج، بدور على اللارجر رينج، لو تساووا كل التو رينجز في النمبر 1 ايا كان طريقه المساواه ما بينهم يبقى انا بنقل على اللي بعده اللارجر رينج. طيب لو الاثنين لهم نفس السايز، يعني الاثنين فيهم نيتروجين وبعدين الاثنين فيهم نفس السايز، الرول اللي بعده اللي فيهم اكتر عدد من الهيترو اتومز. طب الاثنين فيهم نفس عدد الهيترو اتومز كمان يبقى اللي فيها فرايتي اعلى، تنوع اكتر. طب الاثنين فيهم نفس الفرايتي يبقى نرجع تاني للبرايورتي رول، اكسجين بعديها سلفر بعديها نيتروجين. الرول اللي بعده ايه؟ حدد البيرنت، وعلمتك دلوقتي اهو لسه قايله ازاي تحدده، والتاني انسبه له. نسبه بيكون ازاي؟ قال لك نسبه بيكون بانك بتشيل الاي اللي في الاخر وتحط او، ما عدا الاكسبشنز اللي انا قلت لك عليها. جميل، البيرنت يتحط في الاخر وقبله براكت مربع وبعدين اسم المش بيرنت. حلو الكلام. البيرنت بياخد اي بي سي لسايدز مش لاتومز، تمشي مع السايدز مش للاتومز، والاي بي سي بتبدا من عند الهيترو اتوم. لو في مور ذان وان هيترو اتوم هتبدا من عند السايد الاقصر اللي ما بين التو هيترو اتومز. طيب المفروض في تو سايدز ما بين الهيترو اتومز، لو التو سايدز قد بعض خلاص احاول ادي الجنكشن اقل رقم وخلاص، انما لو في سايد قصير وسايد طويل يبقى انا هبدا من عند الناحيه بتاعت السايد القصير، ابدا من جنب مين فيهم اللي لها هاير برايورتي. ايه هي الهاير برايورتي؟ قلنا اكسجين بعدها سلفر بعديها ان اتش بعديها ان. جميل، الناحيه الثانيه بتاخد 1 2 3 بنفس الرولز، بحاول ادي الهيترو اتومز اقل رقم ممكن وبدي ال1 اللي لها هاير برايورتي. رقمت التو سيستمز من جوه، بتبص تشوف البيرنت الاي بي سي وهو بيلف السهم بتاعه بيقابل انهي رقم الاول، وهو اول رقم بيقابله هو اللي بيكتب الاول سواء كان الكبير او الصغير، ما تفرقش معايا كتير. بعد كده ببص على الترقيم من بره، الترقيم من بره قال لك بتدور على اول اتوم بعد الجنكشن، ده اول رول. الرول اللي بعده لو كلهم معايا أربعة، أنا المفروض بعد الجنكشن عندي أربعة أتومز، اتنين من الناحية دي واتنين من الناحية دي. قال لك لو في واحدة فيهم فيها هيترو أتوم هي اللي تكسب. إدي الهيترو أتوم نمبر 1. طب ولو اللي في اتنين منهم اتساووا في النقطة دي والاتنين فيهم كان في جواهم هيترو أتوم أعمل إيه؟
قال لك في الحالة دي امشي بالبرايوريتيز بتاعت الهيترو اتوم، الأكسجين أحسن من السلفر، أحسن من الـ NH، أحسن من الـ N. حلو الكلام، جميل. طيب اتساوى الموقف، اتساوى عندي من الناحية، من الناحية زي الناحية التانية بالظبط، أعمل إيه؟ قال لك بص على الجنكشن. مبدئيا انت ما بترقمش الجنكشن، بتاخد الرقم اللي قبلها وبعديه لتر A، يعني 3A 4A whatever. لو الجنكشن عندك فيها هيترو اتوم، ده تالت رول، ده بعد ما يتساوى كل ما سبق. لو الجنكشن بتاعتك فيها هيترو اتوم، يبقى ادي الاتوم الثانيه بتاعت الجنكشن اللي هي ما فيهاش هيترو اتوم، اللي هي كربون، اديها اقل رقم ممكن لو تقدر، ورقم الهيترو اتوم اللي في الجنكشن، اوعى تنسى ترقمها. دي كده تقريبا الرولز بتاعتنا. لو تساوى كل حاجه يبقى السبستيتنس، انت دايما بتحاول تدي الهيترو اتومز اقل ارقام ممكنه. لو كله بيتساوى من كل الاتجاهات، بصيت لقيت كله زي بعضه، يبقى بص بقى على السبستيتنس وحاول تديها اقل ارقام ممكنه. السبستيتنس اخر حاجه افكر فيها، انا بفكر في الهيترو اتومز والجنكشن الاول، وبعدين السبستيتنس افكر فيها في الاخر. كده انا لخصت لك النومنكلتشر بالكامله بالكامل، انا عايزاك تذاكرها كويس جدا، والرولز دي تبقى بتتسمع كده صم في دماغك علشان تعرف هي تشتغل heterocyclic compounds. الheterocyclic compounds دي الاساس بتاع المواد اللي جايه، زي الميديسينال كيمستري، زي الفايتوكيمستري، زي البايوكيمستري. الكومباوندز دي مبنيه في النومنكلتشر بتاعتها على النومنكلتشر بتاعت الheterocyclic. مش هتفهم الناس دي بتتكلم ازاي ولا بتسمي ازاي ان ما كنتش هاضم النومنكلتشر بتاعت الheterocyclic compounds. المحاضرة الفيديو اللي جاي ان شاء الله، او المحاضرة الجاية، هنبدأ نتكلم على الـ heterocyclic structures اللي احنا هناخدهم. هناخد ايه؟ هناخد 6 membered فيها 1 hetero atom، و 6 membered فيها 2 hetero atoms as examples، وبعدين هناخد 6 membered fused مع بنزين رينج وفيها 1 hetero atom، وبعدين هندخل على 5 membered، ناخد الاول 5 membered فيها 1 hetero atom، وبعدين 5 membered فيها 2 hetero atoms، وبعدين 5 membered فيها 1 هيترو اتوم وفيوزد لبنزين رينج. هي دي الاكزامبلز اللي انا هديها لك، ازاي تحضرهم، ازاي تعمل لهم رياكشنز، وهديك رولز رئيسيه في ازاي تشتغل. الرياكشنز بالذات مش هتقعد تذاكرها، انا هديك رولز لها وكلها مسببه، هتقدر منها تعرف ازاي تعمل السنتسيس وازاي تعمل الرياكشنز وتدخل ايه فين.